طبعا يعني ليس سرا ما يتحدث عنه جميع المسؤولون في المنطقة، ولا سيما نتنياهو، بأن هناك رسم للنفوذ في المنطقة، رسم جديد، وهو يعني ربما نتنياهو تحديدا يفرض بالنار اليوم هذه الخريطة الجديدة التي كما تفضلت يعني يستغل نشوة الانتصار التي حصلت يعني في خلال ربما الفترة الأخيرة، وتوجه باغتيال أمين عام حزب الله لأن يعني يحول المرحلة الجديدة إلى مرحلة ربما كما نسميها ترجمة هذا الانتصار في السياسة، وربما أيضا يعني لديه فترة زمنية ذهبية هي هذه الفترة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر نفسه في حل من أي شيء، وهو يستطيع أن يقدم على أي خطوة، ولا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمنع، بل هي سوف توافق على كل ما يقوم به، لأن للأسف الإدارتين أو الإدارة الديمقراطية ومرشح الحزب الجمهوري يتسابقان ليستميلا نتنياهو، ومن يعني وراءه اللوبي الصهيوني، لأنه يعتبر الناخب الأول والمؤثر الأول في الاستحقاق الرئاسي، لذلك هو يستفيد من هذه الفترة، فترة السماح، لينقض على كل يعني الأعداء، أعدائه في المنطقة كما يسميهم، ليحاول أن يرسم نفوذ جديدة في المنطقة عبر هذه الأعمال العسكرية التي سوف تترجم بالطبع يعني ليس فقط في لبنان، بل في سوريا، وحتى يعني في اليمن وفي العراق، وهذا أيضا ما ربما يتوجه في الصراع مع إيران، نعم لذلك نترقب ربما في هذه المرحلة أيضا يعني ماذا سوف يقدم عليه نتنياهو مع إيران تحديدا. تشير بشكل متكرر إذن أستاذ أمين بأن الولايات المتحدة لن تتخلى، لم ولن تتخلى أبدا عن حليفها، وعن يعني كما سمي من قبل مراقبين عن طفلها المدلل الإسرائيلي. إذن إسرائيل ضمنت استمرارية هذه المساندة الأمريكية. ماذا عن حزب الله؟ هل يمكن القول بأنه بالكامل فقد غطاءه الإقليمي؟ أولا نحن لن نقول يعني لا أحد يموت في السياسة، ولكن حزب الله بالطبع يعني هو في موقف، ربما كنا لدينا خياران ما قبل مجيء وزير خارجية إيران البارحة إلى لبنان، كنا نتحدث عن أنه أمام حزب الله إما خيار الأخذ بالثأر لأمينه العام حسن نصر الله، وبالتالي يذهبون إلى ربما يعني أعمال عسكرية خارج الدور الإيراني المعطى له، وإما أن يبقى يدور في الفلك الإيراني والدور الإيراني، وهذا ربما ما أكد عليه البارحة وزير خارجية إيران عند مجيئه، لأنه يعني ربما افتكر الزعماء اللبنانيون أن هناك فرصة ليتنفسوا الصعداء، وأن يقولوا بأنهم يستطيعون يعني بعد اغتيال حسن نصر الله أن يقوموا بمبادرة وطنية لربما يعني إعطاء فرصة للبنان في الحياة وخروجه أو فسخ مساره عن مسار غزة. فجاء يعني وزير خارجية إيران البارحة ليقول لهم لا تستطيعون أن تخرجوا هذا البلد من عباءة إيران، بل هو سوف يبقى تحت الاحتلال الإيراني، وسوف يبقى يعني مسار حرب الجنوب متعلق بمسار حرب غزة، وبهذه قد قضى على المبادرة الوطنية اللبنانية لإخراج لبنان من وحدة المسار أو وحدة الساحات. لذلك نظن بأن حزب الله ليس لديه خيار آخر، هو ما زال يعني تحت كنف إيران، وما زال يلعب الأدوار التي تعطيه إياها الـ يعني الجمهورية الإيرانية.